<تص السلام عليكم بارطاجي <تص> من الله يبارك باش يدخلوا معنا باش نبدا ان شاء الله بربي نتفع على ربي السلام عليكم جيسبر تكونوا بيان تكونوا لاباس درنا هذا اللايف خفيف باش نهضروا شويه كيما راني في التيتر تاعو باش نهضروا شويه على لي فور الكتريك باسكو راهم يجوني بزاف لي كيستيون ولا كيدخلوا عندنا هنا الحانوت يبوزيو لي بزاف لي كيستيون عليه أه... كاين اللي مع لهم على الكتريك دائما عندهم النظره تاع يقول لك فورتيسيتي ياكل أه... كاين اللي يقول لك فورتيسيتي نشاف كاين اللي ميم أه... بون هو عنده فورا غاز حاب يقلب فور تريسيتي يجيب لي تصويره كي نقول له يا ودي هذا الموديل هاوليك وهذا موديل مش كيما هو يقول لي بصح في كيف كيف دونك درنا هذا اللايف خفيف باش نوضحوا كاع هذه الامورات ان شاء الله بربيه. ونهضر لكم على كلكو موديل تاع لي فوريليتريك اللي عندنا أه بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف يوصل سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته السلام سلام ورحمة الله تعالى وبركاته أه بارطاجيونا اللايف في لي جروب باش يدخلوا معنا الناس باش يستفادوا أه كما يقول لك أه لو ماكسيموم دي جون ان شاء الله بربي يستفادوا من هذه المعلومات حاجه الاولى اللي حبيت نهضر عليها اللي هي كي نهضر لهم دائما اي واحد تقول له فور الكتريك يروح عقلو لا كونسوماسيون يقول لك فور تريسيتي ياكل تريسيتي أه هما يشوفوا لي فور الكتريك كاع ما تريسيتي باش نتفاهموا لا نوفال جينيراسيون <applause> سورتو لا نوفال جينيراسيون تاع لي <applause> فور كامل ميكلو تريسيتي لو كان نستعملوهم كيما يقول المصنع كيما يقول لك زعما كيما تقرا في الكاتالوج تستعمل الفور تستعمل الفور ان شاء الله بربي ما كونسوميش تريسيتي مي كيما يقول لك لي موفيز ابيتود ولا الاخطاء اللي نديروهم حنايا وموالفين نديروهم هما اللي يرجعو الفور كونسومي. اللي هما باريكزومبل الفور هما لي فوريديكتريك كاع يجي فيهم كاع كي تحلوهم هناك من الداخل منا يجي فيهم مقطعين يجي فيهم فونتيلو على هذاك لو فونتيلو باش يعاون في لي زولاسيون تاع السخانه باش السخانه تقعد لداخل وعندنا لي كاع يجي فيهم ثلاث زجاجات علاه باش السخانه ما تخرجش من الوجه والداخل يجوا كاع يجون يجو تيتانيوم كيما هذه لاماتير هذه اللي تشوفوها داخل الفور هذه هذ كاع ولاو يجو, يجو تيتانيوم علاه التيتانيوم هذا يعاون باش السخانه تقعد محصوره لداخل الفور فهمتوني شغل هذو كاع العوامل اللي باش تفور ولي ما ياكلش تريسيتي مي حنايا أه ولا الاخطاء الشائعه هما باغ اكزومبل وكاع كي نديرو بروغرام دير اي بروغرام تشعل لك اللومبا تقعد شاعله تقعد كاع بوندون كاع لا كويسون تقعد تشعل عليه باش تشوف الماكله اسكي طيب وزجاج مغلوق باش ما تخرجلكش سخانه حنا واش نروحو نديرو حنا ديما نروحو نحلو الفور نشوفو الماكله اسك طابت ولا لا لا نعاود نغلقوها ومن بعد ريحو شويه نعاودو نحلو الفور نشوفو الماكله اسك طابت ولا لا لا ومن بعد كاين اللي راح يسيها يشوفها بفرشيطه ولا اذا دخلها طياب الداخل هادو كاع كل ما كتحل كل ما يدخل السخانة تعاود تغلقو كل ما يعاود يقلع الفور باش يعاود يوصل السخانة كل ما نحلوه تخرج السخانة تعاود تغلق تعاود يقلع الفور دونك الفور اللي كونسومي مي هي لو كان نستعملوه كيما يقول المصنع نستعمل الفور ان شاء الله بربي ما يكونسوميش كامل هذه حاجة الأولى حبيت نهضر عليها حاجة الزوجة الثانية اللي نسمعها يقول لك لي فور الكتريك ينشفوا الماكلة هي في الحقيقة ماشي ينشفوا الماكلة دوك دوك نقول لكم باغ اكزومبل اون ريسيت نكونوا نطيبوها في الفور غاز وتطيب في ساعة يروح يسيوها في فور تري سيتي وكي يسيوها سي في فور تري سيتي يسيوها بنفس الوقت يروح يسيوها بساعة دونك كي تولي ليها بعد ساعة راح تلقى الماكلة نشفت علاه خاطر الطياب تاع الالكتريك الطياب تاع الغاز مش كيف كيف الفور الكتريك بي فيه يطيب صافي الماكلة اللي كنت طيبها في ساعة بالك طيب لك في خمسين دقيقة ولا في خمسة وربعين دقيقة سما هما كي يطيبوا في الكتريك بعقلية تاع الغاز تعاود تولي ليها مور ساعة تلقاها الماكلة نشفت دونك يولي يقول لك لي فور الكتريك ينشفوا مي هي هذيك كاع ما كاش منها علاه لي فور تروح تشوفوا اي لي فور بروفيسيونال كاع تلقاهم بفورتريسيتي ما كاش فور بروفيسيونال تلقاه غاز هذه حاجة الثانية حبيت نهضر عليها الحاجة الثالثة اللي حبيت نهضر عليها على كاين البعض يجي الحانوت هنايا يجيب لنا تصويرة تصويرة تاع فور يقول لك شت هذا الفور يدير طون ويجي عندك يلقاه طون سوا رخيص سوا ما نقول رخيص ولا نقول غالي معناتها يجيب لنا تصويرة باغ يصور هذا الفور يصوروها هكا يروح يجيب لنا تصويره تاعو ويقول لنا هاوليك الفور هذايا ستو طون انتم شحال تبيعوه ما نقدرش نقول له راه الموديل خاطر شوفوا هذا هو يشبه لهذا ويشبه لهذا كاين بزاف لي فور يتشابهوا هذو في سيري 6 كاين هذا الفور ها شوفوا برك هذا الفور هذا الفور الكتريك بون هذا خو في الاينوكس هذايا ديجا عندنا كاش خمسه لي موديل منه كاين ثلاثه لي موديل راهم هنا كاين هذايا هاوليك هذا يا. هاولي خو مي هذا وهذا ماشي نفس السوما هذا فيه فور ميكرووند لداخل هذا فور كاين كاين موديل يجي فوق ا فابور كاين الموديل يجي فيه لاصون تاع اللحم صافي كاين بزاف لي موديل وهادو لي موديل كاع نوريكم فيهم كيما هادو لي موديل هادو ملي نهضر لكم عليهم هادو يجو فيهم 12 بروغرام كاين موديل ايدونتيك ايدونتيك وتو كاع كيف كيف القفالي كلش حاجه كيف كيف الداخل كيف كيف يجو فيه وي بروغرام ويجي رخيص على هذا صافي باغ اكزومبل كاش واحد قادر يكون يصور فور تاع وي بروغرام عند كاش عند كاش اخر ويجي يدخل لينا يوري التويرتو ويشوف هنا السومه مختلفه يقول لك اه شوف الاخر لقيتها طون وانت لقيتك عندك طون الوغ كي ماشي كيف كيف أه سمع دائما احنا نهضروا بلي ريفيرونس دائما نقولهم لهم كي تحبوا وجود كومباريو حاجه ولا تجيبوا كاش حاجه جيبونا بلا ريفيرونس هكا باش ننجم نروح معاك للموديل ديريكت خاطش هذا الموديل فيه 12 فيه 13 بروغرام كاين واحد خوه يشبه له فيه 8 بروغرام ومشي كيف كيف السومه كل توفيق الله يبارك دمتم متالقين الله يحفظك ما شاء الله الله يبارك فيك كيما قلت لكم قلت لكم هذا فيه 13 بروغرام وكاين واحد خوه ايدونتيك يجيو فيه ثمانية لي بروغرام دونك على بيها ديما فلي فور الكتريك دائما دو بريفيرونس بعثوا لنا يحوس على كاش موديل ولا شاف كاش موديل اللي بعثوا لنا لا ريفيرونس تاعو باش نجمو نقول لكم خاش كاين بزاف اللي يتشابهوا لي موديل بزاف اللي أه الحاجه اللي حابين نهضر لكم عليها ان شاء الله بربي كاين 3 موديل حابين نهضر عليهم كاين هاد لو موديل كاين هذا لو موديل هذا الموديل تاع سيري 6 تجي فيه اون غاي تيليسكوبيك لداخل يجو فيه لي بروغرام حبيت نهضر لكم على هذا وحبيت نهضر لكم على سيمانس هذا اللي دخلنا جديد وحبيت نهضر لكم على الفور سيري 8 هذايا الاينوكس هذوما ثلاثه اللي حاب نهضر عليهم خاطرش على هذوما اللي فيهم لافير أه حبيت نشرح لكم شويه وهذو ما يجوا يسقسون عليهم بزاف وهذوما اللي يعيطون عليهم بزاف دونك حبيت ندير هذا اللايف ونصوف غارديوها في لاباج خليوها في لاباج هكذا باش ان شاء الله بربي اللي يحوس على هذا يلقاه يحوس على زانفورماسيون اللي يحوس يطالع على هذا الموديل راح يسيبو في لاباج وكما يقول لك كاع الناس اللي عندها المعلومه على تاع هذا لي فور نبداو بالفورسي سيس الاول اللي هضرت لكم عليه هاوليك الفورسي سيس هذايا بون bon, فيه هذا النوار وكاين خوه ويجي خوه في لينوكس راني درت لكم شويه معلومات ما عندي هنا في الورقه درك نقول لكم نقولهم لكم لي فور اللي راهم بوكا كاع تاع على نوفي جينيراسيون تاع لي فور الكتريك جينيرالمون كاع يجوا فيهم 71 ريتل داخل لو فوليوم تاعهم يجي فيهم 71 ريتل يجي فيهم 71 ريتل داخل لا طومبيراتور تاع لا كويسون تاعهم تلحق حتى 275 سيريسيس هذا اللي نهضروا عليه تلحق حتى 275 لا طومبيراتور تاع الطياب تاعو السيستم دو نيتواياج كيما راكم عارفين كاع لي فور الكتريك لا نوفيل جينيراسيون كاع تجي فيهم مود نيتواياج معناتها الداخل ني بيزيس ني خل ني 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 كاش برودوي شيميك ني حتى حاجه لي وحو وحو. مدني كين فور ينقوا روحهم روحهم كاين بلوزور مود دو نيتواياج كاين فور آه كاين لي فيهم الهيدروليز واش معناتها معناتها سنيوا نديرو فيها شويه ما ولا في لاكوف تاعو هنا توقع هذه الناحيه وكلش في الفلو با تاع لو فور نديرو شويه ما اللي هو غير شويه ما ونديرو فيه سوا تحب دير غير الماي فابوريزا ينقي لك الفور سوا تحب دير معاه دي تاع بوش دو بريفيرونس لا ماك تاع بوش علاه علاه قلنا لي برودوي شيميك لا لا خاش لي هذو لي فور كامل قلت لكم يبلاو يجيو تيتانيوم لداخل التيتانيوم هذا يعاون باش يحصر السخانه لداخل و اون بليس ما يشدش فيه لا غريس الحاجه كنقول صح هذاك ما يلصقش فيه دونك لو كان نروح نخدموا بفورس اكسبريس ولا نخدموا بكاش حاجه اللي فيها لي زالي لي برودوي كيميك تاكلنا هذيك لا ماتيير الفور يولي ديغاج سخانه تهرب له شويه سخانه اون بليس تولي تلصق فيه لا غريس تولي لا غريس اللي تلصق فيه دونك قلنا لو فور هذايا يا سيري 6 وقلنا فيه 71 ريتلا الفوليوم تاعو هذيك آه يجي فيه 71 ريتلا وتجي فيه 275 درجه هي لا تمبيراتور ال في تاعو كاع سيستم دو نيتواياج اللي يجي فيه يجي فيه ليدروليز واش معناتها نديرو السنيوه تاعو ونديروا فيها شويه ما نديرو لا طومبيراتور نديرو باش يطيب من تحته نديرو هذا البروغرام باش يطيب من تحته دونك واش يولي يدير يفابوريزي هذاك الماء حاجهكم الوسخ كاع هذاك اللي يكون داخل لا غراس تنتفخ بلا فابور موراه يجي جينا ساهل في التنقيه لي مود دو كويسون تاعو لي فون كي نقولوا مود دو كويسون واش معناتها لي مود دو كويسون هما هذوما هذوما هما لي مود دو كويسون الفوق والتحت الفوق بالفونتيلو الفوق سون فونتيلو والتحت سون فونتيلو عندنا شالور بولسي عندنا هذه لا شالور بولسي ثاني كعم لورا عندنا بوزيسيون بيتزا و بريشوفاج هذو هما لي مود دو كويسون هذو هما لي مود دو كويسون معناتها طرق الطهي المتوفره في الفور هذو هما وكي نقولوا بروغرام اوتوماتيك دوكا خاش لا جينيراسيون تاع لي فور هذوما كامل ولا تجي فيهم ميموار لداخل الميموار هذه يجو فيها لي روسيت بريديفيني يجو فيها لي روسيت لاصقين لداخل هي اللي نصيبوهم هنايا كيما هذا فيها عشرة لي روسيت بري ديفيني هذا الفور سيريسيس نجمو نديرو هكا نروحو لهنايا تخرج لنا فيها عشرة لي روسيت كاين تاع البولي كاين تاع البيتزا كاين تاع تعال... واش معناتها معناتها نجمو نجو لهنايا ومن بعد نروحو للبوا هنا كيلوغرام ندخلو فيها نقولو له شحال درنا البوا باغ اكزومبل ندخلو لهنا نقولو له بلي درنا لك اللحم ومن بعد نروحو لهنا نقولو له بلي درنا لك 500 غرام اللحم ويطلون صالفور هو الفورو عارف ش على طومبيراتور وعارف لاجوري وعارف منين يعطاكيه سخانه او يعرف كل حاجه منين يجيبها له هذه هي ثم كي نقولوا مود كويسون هي طرق الطهي كي نقولوا بروغرام اوتوماتيك معناتها فهموا بلي فيه ميموار لداخل فيها لي روسيت مسوفغارديين انت تدخل تعبص قفله دير هنايا تقول له لوبوأ بوا وهو يطيب ديريكت وحده قلنا هذا هذا الفور سيري 6 فيه سبعه لي مود دي كويسون وفيه عشرة لي بروغرام اوتوماتيك كيما فهمتكم بروغرام اوتوماتيك معناتها نجيو لهنايا نقولو له بلي يجي يخرجوا لنا هنا لي مود لي كويسون لي كاينين نقولو له بلي درنا لك بار اكزومبل بولي ولا درنا لك داند ولا درنا لك بيتزا ولا درنا لك هذه ولا هذه ونديرو له بوا تاعها شحال والفور يبدا يطيب ديريكت قلنا هذا راهو متوفر هذا سيري 6 راهو متوفر في ال... في, في النوار وراهو متوفر في الاينوكس الفور اللي ينحل هكا نورمال كيما راهو متوفر ثاني في موديل شاريو ليك موديل شاريو اللي يجي يخرج بتاعو كي الشاريو هاوليك هاوليك فاش يجي يعني. داير وهذا لو تروازيام موديل كيما لي وريت لكم الاول المود دو نيتواياج تاعو باكي يتبدل هذا فيه لو مود دو نيتواياج تاعو بيروليز هذاك لي هضرنا عليه فيه ادروليز معناتها نديرو فيه الماء يتفابوريزا هذا لا لا هذا هو فيه البيروليز بيروليز يطلع 500 ديغري يحرق كاع واش كاين لداخل معناتها هذا ما نزيدلوش الماء والفور سيري 8 الدوزيام اللي حبيت نحكي لكم عليه قلت لكم ثاني عليه الفور سيري 8 بون لو فوليوم قلنا لا نوفيل جينيراسيون كاع ولا يجي فيهم 71 ريتلا يجي لداخل فيهم كاع 71 ريتلا يرفدو لو سيري 8 واش فيه زياده على السيري 6 كنا نهضروا فيه مقبل السيري 6 قلنا يلحق حتى 275 درجه هذا ينجم يلحق حتى 300 درجه في الطياب ويلحق 500 درجه في السيستيم دو نيتواياج تاعو هذه حاجه الاولى ديفيرونس لا ديفيرونس الزوجه الاخر قلنا فيه سيد مود دو كويسون هذا فيه 13 مود دو كويسون واش معناتها مود دو كويسون كما قلنا طرق الطهي معناتها يشعل من التحت يشعل من الفوق يشعل من الفوق ومن تحت بالفونتيلو سون فونتيلو بريشوفاج دي كونج هذا فيه ديكونجيلاسيون زياده آه... فيه الشالور دوس فيه غراتيناج آه... جروب تي سيرفاس غران تيرفاس هذا فيه 13 روسيت الاخر فيه آه... هذا فيه 13 مود دو كويسون الاخر فيه سبعه لي مود دو كويسون والبروغرام اوتوماتيك هذا فيه 10 الاخر فيه 10 لاخر فيه عشرة بروجرام اوتوماتيك وهذا فيه عشرة بروجرام اوتوماتيك معناتها كي نجو ندخلوا لهنايا نروحوا نلقاو فيه 13 عشرة لي دي معناتها بيتزا بولي دانت نصيبوا 10 لي بروجرام اوتوماتيك واش داروا له زياده ثاني كي نحلوا الباب فيه السوفت اوبن وسوفت كلوز معناتها كي تحل الباب الباب ان سارتان بوينت تحبس وحدها ومن بعد تبدا تفتح غير بشويه عليه باش ما تغسلكش الزجاجه ولا لا قدر الله تكسر لك وكي يجي تغلقوا ثاني تغلقوا هكا يحبس يفريني بعد يغلق واحد بشويه هذه ثاني زادوها في سيري سيري 8 علاه باش يستحفظوا على الباب لا قدر الله زعما نقولوا طفل صغير يحل يتشبط فيه ولا يجبدها ولا يغلقها رابيدمون ما يطرطقلكش لكش ان سارتان بوان يبلوكي الفور يتفرينا وحده ومن بعد واحد يبدا يرالونتي وحدو يبدا يغلى غير بشويه وكيتحلو تحلو كيف كيف ما يتحلش كاع ما يتشرحش كاع ان سارتان بوان يفريني ومن بعد يعاود ينحل غير بشويه علاه باش يستحفظ لكم على الباب ولي شارنيير والزجاج لا قدر الله لو كان تقول قوه رابيدمون ولا تحلو رابيدمون يطرطق لك الزجاج دونك هادو ثانك سيكوريتي داروها زياده الفور سيري 8 بون وزت كانت ديفيرونس ثاني الفور سيري 6 ينجموا يدخلوا فيه ثلاثه عندنا نجمو نجمو نطيبو فيه حتى ثلاث سنوات على ضربه الفور سيريويت لا لا الفور سيريويت فيه ربع سنوات على ضربه يطيبو فيه ربع سنوات على ضربه وفيه قلنا فيه الاينوكس وفيه النوار آه تاعو كونسيرنو الميكرو اوند كاين بزاف لي دوكا كيدير هكا يشوف التصويره هكا يدير لها كابتور ديكرون ومن بعد يبعثوها هنا في الماسنجر هكايا هذا وكي يشوفو كاين يشوفو متلاصقين يحسبهم ايكيبمون آه آه واحد ولا لا لا غادي عليه الفور كونسيرنو هذا الميكرون اوند تاعو ويجي يتبعو ويلصق كيلصق فيه تجي حاجه شابه الميكرووند هذايا يجي فيه 21 ريتلا يجو فيه مش كيما لي ميكرووند قدام ميكرووند قدام حتى 900 900 واط هذا ينجم لا بويسونس تاعو تلحق حتى 900 واط تبدا من 90 حتى 900 واط معناتها تكون عندك واش معناتها 900 واط بويسونس 900 واط معناتها تكون عندك حاجه خشينه تخاف ما يدخلهاش الطياب للداخل 900 واط يدخلها الطياب للداخل يبدا من حتى 900 واط هي يعني تاع بكري كانوا اللي حكاين كانوا يحبسوا في في 600 دوكا طلعوها في سيري 8 طلعوها حتى ل 900 أه كونسيرن مود دو نيتواياج تاعو مود دو نيتواياج تاعو كيف كيف نديرو فيها لداخل كاس ما ونديرو فيه المود دو نيتواياج يتفابوريزا يتنقى كامل من الداخل فيه دو مود دو كويسون واش معناتها سوا نحبو نطيبو بلا ريزيستونس سوا نحبو نطيبو بليزوند وفيه لي بروغرام اوتوماتيك كيما كنا نهضروا على لي فور فيهم لي بروغرام اوتوماتيك ميم لي ميكرون تاع فوكا سيري 8 يجوا فيهم لي بروغرام اوتوماتيك لداخل واش معناتها معناتها تنجم تحط فيه وتجي لهنايا تدخل تلقى لي مودي تلقى لي روسيت تروح دير روسيت اللي تحوس عليها هو الميكرون وحده يعرف لا تومبيراتور يعرف لا جوري يعرف لي ميات يونطامي الماكله منين يطيبها هذا فيما يخص الفور سيري ويت اللي هضرنا عليه هو التالي كامل اللي حبيت نهضر عليه اللي هو فور سيمانس اللي قلت لكم دخلنا ريسامون هايليك بون هذا ماشي كامل واحد اوكي كاين هاو لي فور يحبس هنايا ومن بعد هذا الميكروند وهذا ليكيبمون كاع تاعو كيما دوك وريتكم في سيري 6 في سيري 8 هذا سيري في السيمانس اللي دخلنا هايليك فاش تجي يجي لونسومبل كامل هكا كيما راكم تشوفوا فيه لو فوليوم تاعو هنايا كيما خاوتو كيما الاخرين قلنا فيهم كاع 71 ريتلا هذا ثاني كيجي فيه 71 ريتلا لا طومبيراتور تاعو اللي يطلع لها اللي هي 300 دغري ينجم يحقق 300 دوغري راهو كيما 8 والمود تاعو كيما سيري لي مود دو برك يجي كيما سيري يجي فيه عشرة لي مود يجي فيه 10 لي مود كويسون وما فيش لي بروغرام تيليشارجي لداخل ما يجوش فيه لي تيليشارجي السلام ورحمه الله كونسيرنون آه الميكرون <متحدث> تاعو هاي <applause> ليكيبمون تاعو كيفاش يجي الميكرون تاعو ثاني كيجي فيه 21 ريتل لداخل يجي فيه 21 ريتل لداخل آه يتمشاو ليكيبمون تاعو كيما هكا ثاني راهو متوفر ثاني لابلاك تاعو راهي كاينه لابلاك تاع سيمانس ولا اوت سيمانس اللي حب كاع يدير ليكيبمون كاع سيمانس راهي متوفره هذا واش حبيت نهضر لكم عليه كامل ان شاء الله بربي علي فور الكتريك تاع اليوم نزيد نتبع لي الميساج تاعكم ونشوف اذا كاش ما شت الناس عندها بزاف كما نقولوا ضبابيه في كاش اسئله ولا راح نزيد لكم عليهم لايف باش نجدوا كما نقولوا الناس تولي كي تشوف اللايف يروحولهم لهم هذوك لي كيستيون بزاف شحال سيري 8 اينوكس الفور سيري 8 اينوكس الفور سيري 8 اينوكس الاخ محمد شوف دوك ندير عليها مو جوست مول اللايف ان شاء الله بربي راح ندير عليها بوبليكاسيون حنقول لكم لي بري تاعهم كامل بلي ريفيرونس تاعهم كامل ان شاء الله بربي أه شكرا لكم على شرح مفصل وفيك بارك الله وفيك بارك الله اذا كاش واحد عنده كيستيون ولا مادامنا في اللايف نجاوبوا عليها هكا باش كامل تعمل فائده علينا ورينا ماشينا لافي ام ساره ان شاء الله بربي دوك لكم لايف على لي ما شاء ان شاء الله شكرا لكم لي كويستيون من فضلك حبيت 90 سنتيم متوفر عندكم بو لانستون لي فور 90 ماهوش متوفرين سي فو بلي كويزيني ريستون لا 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 ماركا ريستون ما نخدموهاش حبيت 90 سنتيمتر ام وليد ام وليد ولا بو لانستون لي 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 فور 90 ماهوش متوفرين عندنا كانوا عندنا في البوش كانوا عندنا في الكلام كانوا متوفرين لحد الساعه مازال ما, ما دخلوناش ان شاء الله بربي أه يعطيك الصحه بلا مزيه الاخت ساره انا نقول لكم السلام عليكم والله ان شاء الله بربي حنسوفغارديوه في لاباج هكا باش لي فاتوا ينجمي شوفوا لي اللي فاتو ولا ينجم يعاود يشوفو ولا اللي ما بداش معانا من الاول ينجم يعاود من البديه ان شاء الله ونقول لكم تهلاو لنا في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته